مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس. مساء الخير يا سيادة الفريق، وألف مبروك تدشين هذا المشروع القومي العملاق. الله يبارك في حضرتك، وسلامي للأستاذ محمود كثير السلام. شكرا، وصل سلامك. سيادة الفريق، كلمنا يعني وكأنك بتتكلم مع مواطنين مصريين بسطاء عن هذا المشروع. شوف، طبعا فكرة المشروع كانت حتمية علينا. احنا عندنا في حجم نمو في التجارة العالمية، المارد القادم من الصين والهند وجنوب شرق اسيا الذي سوف يغزو السوق الاوروبية، امريكا وامريكا واوروبا بيردوا عليهم انهم بيحاولوا يغزوهم، فكل الحركة التجارية دي هتعدي من قناة السويس. احنا حسبنا كوحدة اقتصادية احنا قدرتنا النهاردة نستوعب 49 سفينة قياسية في اليوم، معدل مرور السفن، بنقسم عدد السفن في السنة على عدد الأيام، والسفينة القياسية دي سفينة حمولتها 50,000 طن، وبنقسم الحمولات على عدد السفن. فحسبناها بحجم النمو، لقينا سنة 2023 هيبقى عندي 97 سفينة في اليوم، مش هيخشوا القناة كلهم، هضطر أوقف السفن خارج المجرى الملاحي، لأن القدرة الاستيعابية بتاعتي مش هتسمح باستيعاب هذا العدد من السفن. فبالتالي هقلل تصنيف وتسمين قناة السويس كأهم مجرى ملاحي عالمي. الحاجة الثانية، النهاردة أنا عندي 8 مناطق بس للسفن الكبيرة اللي هي درافتاتها فوق 45 قدم، يعني لو جالي 9 سفن في الكونفوي بوقف سفينة خارج المجرى. طيب أنا النهاردة يعني الصناعة، صناعة النقل الواحد بتتطور والغواص بتاعت السفن بتكبر، فكان الفكرة ان انا لازم اخلي المجرى كله 45 قدم. 45 قدم؟ تحت اكثر من 45 قدم. تمام. وفي نفس الوقت قافلة الشمال بتنتظر في منطقة البحيرات وفي البلاح من 8 ل 11 ساعة قبل ما قافلة الجنوب تعدي. فانا لو عملت شورت كات قناة موازية ممكن اخلي قافلة الجنوب ما تجيش في طريق قافلة الشمال، نستمر على طول في خط سيرها وقافلة الشمال تستمر في خط سيرها، يبقى انا قللت زمن عبور قناة السويس وقللت زمن الانتظار في قناة السويس. شيبنج از ماني، الانتظار ده فلوس، تكلفة رحلة بحرية. فبالتالي ملاك السفن لما ازيد تكلفة الرحلة البحرية عليهم ما بيجوش. فبالتالي انا لما اقلل التكلفة واقلل زمن العبور يبقى عجلة مرور السفن هيزيد. طب يا سيادة الفريق، ده ارتباط بمشروع التنمية في قناة السويس، لان في مشروع التنمية ان شاء الله هيبقى في مناطق صناعية ولوجستية وتجارية، فبالتالي السفن حتجيلنا، فلازم نكون جاهزين من دلوقتي. طيب بمناسبة الجاهزية، ولما حضرتك كنت بتستعرض أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي مراحل تنفيذ هذا المشروع، وأشرت إلى أن المشروع هيتم في خلال 36 شهر 3 سنوات، والرئيس طلب من حضرتك أنه يكون سنة، طب يعني حضرتك وافقت بناء على إيه؟ أنا قلت له تنفس، إحنا معلش في العسكرية معلمين لما نصب لنا أمر من القائد الأعلى أو الرئاسة بنقول حضر يا فندم تنفس وهنعمله سنة إن شاء الله وهنشتغل ليل مع نهار. إزاي؟ إيه الآليات اللي عندكم وتخليكم؟ أنا مثلا بشتغل بـ8 كراكات، خليهم 16 كراكة، خليهم 24 كراكة، بشتغل بمعدات كذا، حضائف هذه المعدات، بشتغل بوردية واحدة، لا هشتغل بـ3 ورادي، أنظم العمل تاني بحيث إن أنا أحقق هذا الهدف وهذا الحلم، لأن ده طلب من رئيس دولة مصر لشعب مصر، وإن شاء الله ننفذ. وأنا أصريت أن القوات المسلحة تبقى معايا في التنفيذ، لأن طبعا ده أمن قومي مصري، والشرق ده كان مضطرب في الفترة اللي فاتت، فأنا عشان أبعت عمال مدنيين هناك لازم يبقى في قوة يعني تؤمنهم، عشان دول هيعملوا ليلا مع نهار. وفعلا في 17 شركة النهاردة بتشتغل، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة موجودة هناك، وإحنا متابعين ثانية ثانية معهم. 17 شركة مصرية مش كده؟ شركة وطنية مصرية. نعم. لسه هيكملوا أكتر من كده، ممكن يوصلوا لـ30 شركة إن شاء الله. تمام. إشراف القوات المسلحة، وزي ما حضرتك أشرت الآن إلى أنه كان مطلوب وحضرتك أصريت عليه لأسباب تتعلق بالأمن القومي للبلد، إيه الإجراءات اللي اتخذت علشان نضمن أن هذا المشروع لن تطاله يد الغدر؟
شوف طبعا المنطقة دي أصلا الحد الشرقي للقناة هو أصلا يعني في قوة تأمين بتأمنه، في فوق تأمين مجرى ملاحي بيأمنه، الجيش الثاني بيأمنه، القناة دي قريبة من القناة الثانية فداخلة في نطاق التأمين. وعشان تعرف حضرتك احنا قبل ما بنبدأ مسحنا المنطقة كلها من الرغام وعملنا خطة التأمين وكل حاجة اتحسبت بالرملاية وحبة المية وإجراءات التأمين في خلال فترة الحفر وبعد فترة الحفر وتشغيل القناة. نظام التأمين بين فوق لازم يتعمل فوق تأمين مجرى ملاحي تاني وسيستم تأمين تاني ورادارات وكشف، يعني كل ده محسوب وانا مطمن حضرتك ان كل صغيرة وكبيرة تم حسابها. طيب النهارده برضو العالم كله يعني في كل انحاء المعموره كان بينتظر الاعلان عن التحالف التجاري الفائز بتطوير مناقصه تطوير محور قناه السويس. الكلام ده ما تمش، لم يعلن عنه. لا حضرتك طبقا للاجراءات المفروض ان انا اتعاقد مع التحالف الفائز على اساس ان انفذ شروطي وننفذ المخطط العام التفصيلي في ظرف 6 شهور. ففعلا عملنا نموذج العقد، وعلشان افعل العقد ده ببعثه مجلس الدوله. مجلس الدوله فحص العقد وبيخش لجنه واحد ولجنه اثنين، واحنا بننتظر عوده العقد من مجلس الدوله وموافقته عليه عشان نعلن التحالف الفائز. ده اللي عطلنا، وقد يكون المجلس ده بيحتاج بعض التفصيلات وبعض الاوراق علشان يؤكد سلامه العقد، لكن الحمد لله احنا ماشيين مع مجلس دوله كويس، واول ما يفيدنا بالموافقه على العقد هنعلن التحالف، لان ده منصوص عليه في البند 24 والبند 30 من كراسه الشروط ان انا لا اعلن التحالف الا بعد توقيع العقد، ولو حصل اي حاجه هنا اضطر اخد المركز الثاني وليس المركز الاول، عشان كده مش قادر اعلن النتيجه لغايه دلوقتي. انا بشكرك شكرا جزيلا سياده الفريق مهاب مميش رئيس هيئه قناه السويس، وبنكرر تهنئتنا وتمنياتنا القلبيه ان يتم هذا المشروع على خير، وبرجع ل